السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أسأل وبركاته. الله، تفضل. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. ولك والسامعين والسامعات بمثلك. آمين يا رب. يوجد عم الشيخ رجل بيعمل جمعيات، أيوة بيجمع مثلا 20 اسم 30 اسم وبيعمل جمعية، أيوة وهو مقابل إن هو بيجمع الأسماء بياخد الاسم الأول اللي هو، طيب وبعد؟ وبعد فهو ساعات بيطرح يقول لك يا جماعة اللي عاوز ياخد من الاسم ده، اللي عاوز هو ياخد الاول يديه مبلغ وياخد الاسم ده. يعني مثلا اسمك لا ب 10 يجوز، جنيه لا وجنبي واحد يجوز، يديه 10000 جنيه لا يجوز، هو لا يجوز، لا يجوز. يعني قرض جر نفع.